مرحبا شباب، قناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. بهذا الفيديو حنحكي عن مصطلحي الفلاكشن والاكستنشن. مصطلحي الفلاكشن والاكستنشن هي من مصطلحات الحركة أو terms of movement. الفلاكشن معناها بالعربي ثني، يعني نثني المفصل مثلا، والاكستنشن معناها تمديد، مثلا من المد المفصل. ذني حركات الفلكشن والاكستنشن بشكل عام تصير بالساجيتال بلين اللي هو المستوي الطولي اللي يمر بالتركيب ويقسم الى يمنى ويسرى، وهاي الحركات تصير حول الترانسفيرس اكسس مال التركيب، يعني حول المحور العرضي مال التركيب. خل اوضح لكم اكثر شنو اقصد. حركه الفلكشن والاكستنشن تصير بالساجيتال بلين، يعني هاي الحركه ما دام بالساجيتال بلين يعني حتصير للأمام وليورا، بترهم يمنى أو يسرى أو بغير اتجاه، وتصير حول المحور العرضي مال التركيب. حتى بهالحالة ينجبر التركيب بأنه ينثني وينمد للأمام وليورا، ما يقدر لا لليمنى واليسرى ولا لغير اتجاه. تمام. الفلكشن مثل ما قلنا معناها ثني أو نثني، وتعريفها الدقيق هي الحركة اللي تثني أو تقلل الزاوية بين عظمتين، على شرط هاي الحركة تكون بالساجيتال بلين. ونقسم هاي الحركة حسب المكان اللي تنوصف به إلى نوعين: المفاصل اللي فوق الركبة والمفاصل اللي من الركبة وجوه. فبالنسبة للمفاصل اللي فوق الركبة، مثلا مفصل المرفق الإلبو جوينت، فالفلكشن حيصير باتجاه الأمام أو anterior direction. فبالفلكشن اوف إلبو او بثني المرفق حنقرب السطح الامامي مال الساعد من السطح الامامي مال الذراع، والحركة هاي دا تصير بالاتجاه الامامي او لي قدام، وبنفس الوقت دا نقلل الزاوية بين الساعد والذراع، لان من يكون الساعد ممدود فالزاوية تقريبا 180 درجة او زاوية مستقيمة، بينما من نقوم نثني المرفق فحتبدي هاي الزاوية تقل. هاي بالنسبة للمفاصل اللي فوق الركبة. أما المفاصل اللي جوا الركبة فهم نفس الشي، هم دا نثني التركيب وهم دا نقرب العظمتين من بعض وهمين دا تقل الزاوية. الفرق الوحيد إنه الحركة حتصير بالposterior direction، يعني حتصير بالاتجاه الخلفي. فمن نثني مفصل الركبة الرجل حترجع لورا بالposterior direction، ما حتطلع لي قدام مثل ما كنا نسوي بالمرفق. هاي بالنسبة للمفاصل اللي من الركبة وجوا. فالمهم انه تخلون ببالكم وتفتهمون كل زين انه معنى الفلكشن بشكل عام هو نثني المفصل، بينما الاكستنشن فعكس الفلكشن بالضبط، ومعناه حنمد التركيب او المفصل بعد ما كان مثني، او بمعنى اخر حنرجع نزيد الزاوية بين العظمتين اللي كانن مثنيات، وهمين على شرط انه هاي الحركة تصير بالساجيتال بلين او المستوي الطولي. ومثل الفلكشن حنقسم هاي الحركة حسب المكان اللي تنوصف به الى نوعين: المفاصل اللي فوق الركبة والمفاصل اللي من الركبة وجوه. فبالنسبة للي فوق الركبة مثلا الاكستنشن مال الالبو جوينت او من المد مفصل المرفق، الاكستنشن حيصير بالposterior direction او بالاتجاه الخلفي. فمن نسوي اكستنشن للالبو جوينت حنبعد السطح الامامي مال الساعد عن السطح الامامي مال الذراع، والحركة مال الساعد حتصير لورا، وبنفس الوقت دنزيد الزاوية بين الذراع وبين الساعد. اما المفاصل اللي من الركبة وجوه فهمين نفس كل شيء، بس الاتجاه بالعكس، يعني بدل ما اتجاه الاكستنشن لي ورا هنا حيصير لي قدام. فمن نريد نمد رجلنا يعني نسوي لها اكستنشن حنمدها لي قدام مو لي ورا، عكس ما كنا نسوي بالمرفق. فالمهم انه تخلون ببالكم معنى الاكستنشن بشكل عام هو المد المفصل او المد التركيب اللي كان مثني. يبقى عندنا مصطلح ممكن نصادفه بحياتنا اللي هو الهايبر اكستنشن او الاوفر اكستنشن،
الهايبر أو الأوفر هنا معناه أكثر من اللازم أو فوق الحد الطبيعي. فبحالة الهايبر إكستينجن مال الني جوينت، يعني الهايبر إكستينجن مال مفصل الركبة، الركبة حتنمد فوق النورمال ليميت، يعني أكثر من الحد الطبيعي. وممكن هاي الزيادة بالإكستينجن تسوي إصابة للمفصل، مثل الـ injury to the neck in hyper extension of neck during a rear end automobile collision. معناها التمدد اللي فوق الحد الطبيعي للرقبة خلال اصطدام للسيارة من الخلف حيسوي إصابة للرقبة. يعني تخيلوا شخص قاعد بسيارة وتجي سيارة ثانية من ورا وتدعمه، فتخيلوا شلون حتتمد النيك مالته أو يصير لها هايبر إكستنجن، وكلش ممكن هنا تصير عندنا إصابة بالرقبة. فاللي أريد تخلوه ببالكم إنه معنى الهايبر إكستنجن التركيب أو المفصل حينمد فوق النورمال ليميت، يعني ينمد فوق الحد الطبيعي. فهذا كان معنى الفلكشن والإكستنجن تيرمز. وها هي، نشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.